انضم منتدى الاقتصاديين الإسرائيليين إلى دعوات بنك إسرائيل وحث الحكومة على تدشين موازنة أكثر انضباطا وتنظيما على الفور. وشدد المنتدى على الحاجة الماسة لتحديد السياسات الاقتصادية والأولويات والدفع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تستهدف تعافي الاقتصاد الإسرائيلي. وقال المنتدى إن إسرائيل تواجه حاليا تحديات هائلة نتيجة تداعيات الحرب المستمرة على غزة، موضحا أن هناك مخاوف من زيادة كبيرة في العجز ومدفوعات الفوائد، كما أن تأخير إقرار الموازنة يبعث برسالة سلبية للأسواق المالية ووكالات التصنيف. وقد أكد تقرير لصحيفة جلوبز الإسرائيلية استمرار هروب رؤوس الأموال خارج إسرائيل بسبب الحرب على غزة. وأفاد التقرير أن رؤوس الأموال التي خرجت من إسرائيل بلغت 2,200,000,000 دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، ثم زادت إلى 2,900,000,000 دولار، وهذا في الربع الأخير من العام الماضي، لترتفع أكثر إلى 3,600,000,000 دولار خلال الربع الأول من عام 2024. وقد ألقت الحرب الإسرائيلية على غزة بتداعيات غير مسبوقة على اقتصاد تل أبيب، فأصيبت قطاعات كاملة بشبه شلل، وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثا عن ملاذات آمنة. المزيد في العرض التالي. رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود قبل مراجعة مقررة من صندوق النقد الدولي في 29 من هذا الشهر لصرف الشريحة من برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ بداية هذا العام، حيث كانت الزيادة الأولى في مارس آذار الماضي عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملة الأجنبية. وكان رئيس الوزراء المصري قال إن الحكومة ستنفذ زيادة تدريجية في أسعار المنتجات البترولية تستمر حتى نهاية عام 2025. وتمثل زيادة أسعار الوقود واحدة من شروط طلبها صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قروض للقاهرة. ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول المصرية، فقد زادت أسعار البنزين بنسب تصل إلى 15%. بنزين 80 أكتان فأصبح سعره 12 جنيها و25 قرشا، ليصبح سعر بنزين 95 أكتان هو 15 جنيها. أما السولار وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما فشهد زيادة أكبر، تقرر رفعه إلى 11 جنيها و50 قرشا ارتفاعا من 10 جنيهات. يذكر أن مصر حصلت على إجمالي قيمة القروض من صندوق النقد الدولي في الأعوام الأخيرة وبلغت نحو 28 مليار دولار. ففي نوفمبر عام 2016 وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار يصرف على شرائح تمتد لست سنوات، وكان أحد أبرز الشروط تعويم الجنيه المصري. وفي مايو من عام 2020 حصلت مصر على قرض جديد بقيمة 2,800,000,000 دولار وفق آلية التمويل السريع. وفي الشهر التالي من العام نفسه أقرض الصندوق مصر 5,200,000,000 دولار. وبعد عامين حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار
على مدى 46 شهرا. ثم جاء الاتفاق الأخير في مارس من العام الحالي بالتوقيع على اتفاق بقيمة 5 مليارات دولار. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب المختص في الشؤون الاقتصادية ممدوح الولي. سيد ممدوح، مرحبا بك. إذن هي الزيادة الثانية خلال هذا العام والحادية عشرة خلال 10 سنوات، ما الدوافع والأسباب خلف القرار الأخير هذا؟ يعني الدوافع الواضحة هي يعني مطلب صندوق النقد الدولي بتأجيله إقرار القسط الثالث من القرض الحالي لمصر، وتأجيله إلى جلسة 29 من الشهر الحالي. وبالتالي صارعت الحكومة المصرية بمسألة تعديل 5 أنواع من المشتقات اليوم، وأتوقع أن تكون هناك يعني زيادات أخرى في أنواع أخرى من المشتقات خلال الأسابيع القادمة. حسب تصريح رئيس الوزراء أن هناك زيادات ستتم بالتدريج طوال العام الحالي وحتى نهاية العام القادم في المشتقات البترولية، وكذلك في خدمات حكومية أخرى لم يفصح عنها حتى الآن. هذه الزيادات المتتالية، ما تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في بلد ارتفع فيه معدل التضخم إلى مستويات 30%؟ يعني معدلات التضخم الرسمية لا تجد مصداقية لا بين الخبراء ولا بين البسطاء، وبالتالي لا أحد يصدق في مصر معدلات التضخم وأنها تتراجع خلال الشهور الأربعة الأخيرة، وأنها وصلت في الشهر الماضي إلى 27.5%، بينما هناك زيادات مستمرة في العديد من الأسعار، ولعل أشهرها الأدوية وما حدث اليوم في المشتقات البترولية، خاصة وأن هذه هي الزيادة الثانية خلال 4 أشهر. وبالتالي ستكون هناك انعكاسات اجتماعية واقتصادية سواء في أسعار النقل للبضائع والتي تنعكس على كافة أسعار السلع، أيضا النقل الجماعي للركاب، وكذلك للمواصلات الخاصة والآلات الزراعية بما ينعكس على أسعار المنتجات الزراعية، وكذلك النشاط الصناعي الذي يتأثر سواء بارتفاع أسعار المازوت للصناعة أو بارتفاع البنزين أو السرر الخاص بمسألة مركبات نقل العاملين والبضائع أيضا. صندوق النقد الدولي يطالب بإعادة هيكلة منظومة الدعم، لا سيما المشتقات النفطية والكهرباء التي تمثل 20% من إجمالي الدعم. هل يمكن القيام بهذا دون ما فاتورة اقتصادية واجتماعية؟ لا يمكن يعني إنهاء الدعم، خاصة مع ارتفاع نسبة الفقراء في مصر، والأرقام الرسمية تتحدث عن 32.5%، ولم تصدر أرقام المسح الأخير لعدد الفقراء والذي انتهى جهاز الإحصاء من إعداده منذ 2 عامين. وبالتالي يعني حتى الدول الأوروبية ما زال هناك دعم بها، خاصة للمزارعين وغيرهم. وبالتالي مصر يعني تحتاج إلى استمرار الدعم، خاصة وأن له أغراض أخرى يعني سواء اجتماعية أو لرفع المستوى الصحي والاجتماعي للعديد من الطبقات الفقيرة. وبالتالي لا أعتقد أن ما يطلبه صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يخص الدعم الغذائي ودعم المشتقات خاصة في المواصلات العامة، صالح للتطبيق حاليا في البيئة المصرية. من القاهرة الكاتب المختص في الشؤون الاقتصادية ممدوح الولي، شكرا جزيلا لك. نهاية فقرتنا الاقتصادية، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.